لا يا عمتي، ما بظن بعرف، بس أحياناً هيك بيصير. إنسان غريب بس منحس حالنا شايفينه من قبل. إيه، وأحياناً العكس، العيلة بتحسيهم غربة. إيه صح، ولهيك أنا برأيي كتير غلط إنه نترك عمه مع ناس غريبة ما منعرفها. شوف، أنا برأيي عمه لسه تعبان وما تعافى على الآخر، وكتير خطر إنه نحنا نتركه مع ناس غريبة. نيشا، هي مو غريبة، هي مهندسة ديكور بتشتغل عنا بالشركة، وإجت من شان تساعد مرت عمي بالحفلة. أنا معك، يلا نمشي. يلا. يلا عمو، يلا نزهد. لا لا لا، ليش عمو؟ كل العيلة تحت ناطرتك وهنن كتير بيحبوك، صدقني أحسن ما تضل فوق. يلا. لا، أنا شوي وبجي. على مهلك. لا، ليش بابا؟ ما بدي أقعد. طيب ما بدي. خلص اهدى اهدى. بدك نطلع نقعد برا؟ يلا تعال، رح نطلع. امشي. يلا يلا. نفس البنت اللي لقيت عمي لما كان عنا عرس. بس عن جد معقولة هاي الصدفة؟ قصدي كيف طلعت موظفة عندهم؟ لازم لاقي لها حل. ما بدي تتقرب من العيلة زيادة وتخبرهم الموضوع. أنا اللي جبته، أنا اللي رجعته على بيته، وهالحكي مصيبة. لازم تطلع من البيت. أنا آسفة جانفي، أنت بنت كتير طيوبة، بس مشكلتي بهالحياة إني ما بحب الطيوبة. نيشا، وينك انتي؟ ماما برجع بحاكيكي بعد شوي. نيشا ما سمعتيني، كان بدي ال... نيها، حبيبتي صار لك شيء؟ نيها بنتي، خير؟ شو صار لك؟ انت حامل، لازم تنتبهي على حالك منيح. لك جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.